البهائية في تونس عندها ما يقارب 100 سنة. الرسول المؤسس للدين البهائي هو حضرة بابا الله، اللي جعل من الهدف الأسمى للدين هو وحدة الجنس البشري وتحقيق السلام العالمي. نحن نعتقد أنه كل الأديان هي أديان حق، وكل الأديان هي جاية من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه في كل حقبة وفي كل فترة كل رسول يجي باش يأسس مستوى من مستويات الوحدة، فوحدة عائلة إلى وحدة قبيلة إلى وحدة 12 قبيلة إلى أمة إلى اليوم. الهدف اللي جعله ربي لهالديانة هذه هو تحقيق وحدة الجنس البشري، واجعل آليات بالطبع لهالحضارة المدنية الإنسانية اللي باش تكون منها هالاختراعات، منها هالعلم، منها التوافق العلم والدين إلى آخره، المساواة بين الناس. فهذه من بعض المبادئ الأساسية، من بين أيضا مش أقل أهمية بل من أكبر المبادئ هي المساواة بين المرأة والرجل. كما قلت، الديانة البهائية متواجدة في تونس عندها 100 سنة، 100 سنة أجيال عائلات مؤمنة، ثم أيضا فرادة مؤمنين، لأنه في الدين البهائي ما فماش تبشير. بالدين البهائي التبشير محرم في الدين، فكل إنسان عليه أن يتحرى الحقيقة بذاته وبنفسه، وأنه يسلك طريق المعرفة ويبحث، وإذا كان هو شاف في الدين هذا يعني أمر يهمه، عقيدته ينجم يتغير له، حياته يأثر في أخلاقه الطيبة، في مساهمته في خدمة الإنسانية وخدمة المجتمع، عليه أن يسلك أو يعتنق الدين البهائي. أحنا كبهائيين في تونس قلت عنا 100 سنة، وهال 100 سنة هذه حافلة بالعديد من المشاركات في سيرورة المجتمع، في حياة المجتمع. نحن نعتقد أنه الحضارة اللي جابش أسسها رسولنا حضرة بابا الله لازم تكون متطورة ماديا وروحانيا، فالتطور العلمي يقتضي أن نكون نتميز في المعرفة، في العلم، وأيضا في خدمة الإنسانية، وهذا يقتضي منا أن يكون عندنا صفات روحانية من محبة، من كرم، من عطاء وتفاني في خدمة العالم بأسره وخدمة مجتمعنا. هذاك علاش البهائيين تقام عندهم العديد من الفعاليات اللي يقدموها ويقوموا بها اللي تهدف لتأسيس الوحدة، لأن الوحدة غير سهلة، يعني عملية صعبة، يعني من منظومة فكرية سلطوية فيها هيمنة ذكورية، فيها هيمنة للرجل على المرأة، فيها السيد على العبد، فيها هالتغييرات، قبول التنوع، قبول الاختلاف، عملية غير سهلة، فتحتاج إلى تغييرات من على مستوى القاعدة وإلى مستوى القمة. قاعدة بمعنى إنه الأطفال والشباب الناشئ والكبار يحتاجوا يتعلموا صفة روحانية تخليهم حقيقة يكونوا جديرين بالعيش في هالعصر هذايا، عصر وحدة الإنسانية، وين الناس تتفرج في مسلسلات كورية، قنوات ما نعرفش شنو، تركية، أمريكية، عربية، فكل الألوان وكل الأشكال، يعني هي أصبح العالم مزيج. فبدون تغيير ذهنية نحن الأحسن، نحن يعني خير إنسانية، خير أمة إلى آخره، إذا كانت تقعد المنطقة هذايا فمن الصعب أن نتعايش مع الآخر، لأنه إحنا مطالبين ممكن أن نسافر نقرأ أو نشتغل أو أي كان، يعني فهذا يسهل لنا العيش السوي بدون أي تعصب وبدون أي نرجسية أي كانت من طرف أو من الآخر. بالطبع عندنا محاضرات، عندنا انخراط في الشأن العام، في الحوارات، قضية التعايش يتهمنا لأنه نعتبرها قضية مفصلية. يعني تونس مرت بحركات إصلاحية رائعة فادت البلاد والعباد، منها حركة عتق العبيد، منها قضية المساواة بين المرأة والرجل، منها عهد الأمان في إقحام أتباع الديانات الأخرى واعتبارهم مواطنين. نعتبر أنه فما تراكم مرت به، تراكم جميل معناها من الحركات الإصلاحية مثل ما قلت مرت بها تونس. اليوم تونس في محك كبير وجديد ومختلف، لأنه فما سكونتين من كومبلكسيتي، معناها الأنماط البسيطة اللي كانت تتعامل معها الإنسانية قبل القرن 19 تجاوزتها شوية الأحداث. بالطبع لم تحلحل كل مشاكلها، لكن أصبح عنا يعني دوتر كاتيجوري اللي نحتاج إنه ندخلهم في منظومتنا الفكرية. عنا أفارقة من جنوب الصحراء، عنا شباب اللي مهمشين بطريقة غير لائقة، عنا كما قلنا نساء، رجال، شباب، أطفال، فالكل يحب يكون شريك في عملية القرار، يحب يكون شريك في المساهمة. وأيضا عنا أقليات دينية والبهائية بغض النظر عن الجانب العددي، لأنه المعاصرة والحداثة تقتضي أنه لا ننظر للجانب العددي بل ننظر للمساهمة،
كيف ستساهم، يعني سنساهم في بناء المجتمع، كيف سنساهم في بناء الوطن. ولتحقيق هذايا كبهائيين احنا بعد الثورة وكان عندنا مساهمة فعالة في المجلس التأسيسي في كتابة الدستور، دعينا كبهائيين كتمثيلية بهائية جلست وحكيت وتفاعلت وقدمت مشاركات، بالذات في الفصل السادس اللي نادي للوحدة، اللي نادي لحرية الضمير، اللي نادي لحرية المعتقد، لحرية الدين. كانت عندنا مساهمة، دعينا أيضا في الحوارات اللي نادتها مؤسسات تونسية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل كتمثيلية بهائية، تمثيلية رسمية، وأدلينا بدلونا بكل تواضع، لكن مساهمات نعتبرها فعالة. شفنا ارتأينا بعد الثورة أنه نحتاج فعليا، لأنه قبل كنا نطلب من وزارة الداخلية ولا من رئاسة الحكومة ولا وزارة الشؤون الدينية ونقدم لها قائمة اسمية في مؤسساتنا المنتخبة، شكون هذا تم انتخابه إلى آخره. كنا نتمنى أنه بعد الثورة باش يسمح لنا بوجود قانوني، وجود فعلي مواطني فيه تساوي للمواطنين كما ينادي دستورنا. قدمنا مطلب للجمعية، والجمعية اسمها الجمعية البهائية، للأسف قوبلت بالرفض. احنا اعتبرنا انه هذا مش مشكلة، لانه هدفنا هو ارساء فعليا دولة القانون والمؤسسات، واللي هي باش يستنفع منها الكل، كل تونسي باش يستنفع من دولة القانون والمؤسسات، باش يكون مساهم في الفكر التونسي، في خدمة المجتمع الى اخره. رفضت الجمعية هذه، رغم اللي يعني استنفذت الفترة المحددة في قانون الجمعيات، لكن عندما مشينا باش نسجل في جورت استوقفتنا رئاسة الحكومة بعد الأجال، بعد التواريخ، رافضة أنه البهائية والجمعية البهائية يكون لها وجود قانوني. احنا قلنا ما فماش مشكل، يعني بما أنه دخلنا في مسار قانوني، مسار أكيد باش يساعد دولتنا على استيعاب القانون واستيعاب معنى المواطنة وقيمة العدل للجميع. فاللي صار هو أنه ربحنا بعد طور ابتدائي، المحكمة الإدارية أنصفتنا بطريقة رائعة، يعني محتوى الوثيقة اللي أصدرتها، القرار اللي أصدرته المحكمة الإدارية من أعلى طراز، يعني جدير بأنه يدرس في تونس في كل جامعات القانون وحتى على مستوى عالمي، لأنها وثيقة جميلة جدا. بعد فترة 2020 ما رعنا إلا أنه رئاسة الحكومة تستأنف في يعني في طور الاستئناف، تستئنف القضية. فاحنا قلنا مش مشكل، يعني بما انها قضيه معناها مدنيه اداريه فلنستكمل كل المسار، وان شاء الله الاستئناف سينصفنا كما انصفنا الطور الابتدائي. في الاثناء وقت اللي في 2020 مشينا باش ناخذ وثائق القضيه، ما رحنا الا انه نكتشف وثائق غريبه، بصراحه غريبه، هذا كلمه باش نجمل بها الواقع، باش نجمل بها القضيه. الوثائق هذه فيها فتاوي صارخة وصريحة بالبند العريض، فيها شعار الدولة التونسية الصادر عن مفتي الديار التونسية بتكفير البهائيين بأنه مرتدين، وثيقة أيضا أخرى من وزير الشؤون الدينية كفار ومرتدين، احنا كتوانسة ساهمنا كما قلت، ساهمنا في كتابة الدستور، احنا كنا منخرطين، آبائنا وأجدادنا ساهمت في الحركة الوطنية، احنا اكتشفنا انه احنا كفار ومرتدين في نظر يعني مؤسسات الدولة، لان كل هذه وثائق موجودة في ملف القضية اللي احنا رفعناها. فحاولنا مشينا المفتي الديار التونسية، قلنا له سمحت المفتي، رانا احنا توانسة شوفنا، يعني احنا نستغرب يعني وثيقتكم هذه التكفيرية اللي تعتبرون فيها كفار المرتدين، وهل المنطق هذا يجوز في القرن 21؟ هل المنطق هذا القرى وسطي اللي جاي من غاية بالتاريخ اللي هو يصنف الناس كما كنت نحكي في البداية عبيد وإماء وأحرار ورجل وامرأة وذمي وكافر ومرتد، هل المنطق هذا عفى عنه الزمان في الحقيقة، وما تصورناش اللي مؤسساتنا مؤسسات القرن 21 تكتب أشياء مثل هذه. فحاولنا لكن لا من مستجيب، مشينا لوزير الشؤون الدينية خاطبناه كلمناه
نفس الوضعية يعني، حتى وصلنا رئاسة الحكومة لمستشارة رئيس الحكومة، الوزير المستشار لرئيس الحكومة، وأيضا لا من مستجيب لأي نداء لأي طلب إنه هالوثائق هذه تسحب، لأنه هي وثائق يعني عملية التكفير هذه للأسف يعني ما هيش عملية تكفيرية صادرة عن إنسان في الشارع ولا عن شيخ من شيوخ المتزمتين ولا المتعصبين، بل هي صادرة عن مؤسسات الدولة. يعني هذا الخطير في العملية، لأنه في عملية مثل هذه، في عملية تكفيرية، عملية فتاوي، يعني مش الذي أفتى هو الذي يطبق، هو الذي يجسد، هو الذي يتقرب إلى الله زلفى بقطع الرؤوس، بل الناس المتعصبة اللي تقول لك هو إذا كان المفتي الديار التونسي أقرب هذا، إذا كان وزير الشؤون الدينية أقرب هذا، إذا كان رئاسة الحكومة أقرت بهذا، فأنا باش ندخل في الجنة ويكون في المحور ويكون. فأحنا نتقدم وكأنه قربان. لكن بالرغم هذا كله احنا عارفين اللي مسار الإصلاح كما قلت في بداية اللقاء كان صعب. يعني نستذكر الشيخ طه الحداد عليه رحمة الله، يعني كم عانى، يعني وصل انه شيخ زيتوني يمنع من انه يخرج من بيته، يمنع من انه يسترزق، لانه هو كان شيخ يدرس معنا، فإلهيتي اكس كوميونيه في الحقيقة. فشوف كيفاش مسار الإصلاح ما كانش سهل، شوف الناس كيفاش قابلت تحرير العبيد. فهالتعايش هذا اللي نصبوا إليه يتطلب تضحية، التضحية هذه من الجميع. احنا ما نعتبرش القضية اللي احنا نحكيه عليها اليوم هي قضية بهائية، بل هي قضية مواطنية إنسانية، لأنه احنا نعتقد لكل الأديان بما فيها الدين الإسلامي السمح يقر بنبل الإنسان، فكل إنسان نبي، كل إنسان مكرم، ودمه وعرضه حرام يعني. فإذا به عندما يستباح الدم هذية وتستباح الناس بهالفتاوى هذية تصبح قضية خطيرة جدا. نتمنى اللي يتم تدارك هذا كله، لأنه هذا ما يشرفش سمعة بلادنا، لأنه هذا يعتبر إرهاب دولة للأسف، وإن شاء الله تصير خطوات إيجابية لتدارك هذه المخاطر.